القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى سرا وعلنا، فكان أفضل معبر عن عروبة اليمن. وبذلك فنحن كعروبيين لبنانيين نفتقد اليوم هذا الدور الكبير الذي لعبه الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح في دعم القضية الفلسطينية وفي دعم كافة القضايا العربية. ونحن في لبنان ندعو إلى حوار باسم قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني ورئيسه الأخ كمال شاتيلة، إلى حوار وطني داخل اليمن ينهي هذه الحرب العبثية التي هي مظهر آخر من مظاهر مشروع الشرق الأوسط التقسيمي للمنطقة وحروبه العبثية. نعم. وندعو إلى استعادة اليمن والتأكيد على وحدتها وعروبتها واستقلالها. على هذه القواعد يجب أن تقف هذه الحرب العبثية وأن يعود اليمن سعيدا ويأخذ دوره العربي بشكل كامل.